نرحب بكم مشاهدينا الكرام في رحلة جديدة تجمعنا بكم من خلال برنامجنا الأسبوعي المجهر، مواضيع متعددة ومتنوعة اخترناها لكم تجمع بين العلوم والطب والغرائب والبيئة. ومن أخبارنا لهذا اليوم: الأردن تدخل عالم الطباعة ثلاثية الأبعاد، أرباح فيسبوك فاقت التوقعات، هوندا تبتكر دراجة نارية ذاتية التوازن، وهناك العديد من المحطات التي اخترناها لكم، فابقوا معنا. لا تزال الابتكارات الشبابية تبهرنا بإبداعاتها. مشروع الطاولة الشمسية من المشاريع التي قد تصبح لها أهمية كبيرة في المستقبل. تعمل هذه الطاولة بالطاقة الشمسية، ويمكن تواجدها في الأماكن العامة أو المغلقة، وتقوم بشحن الأجهزة الإلكترونية للتقليل من عملية استهلاك واستنزاف الكهرباء. هذا المشروع من إبداعات إحدى الطالبات، وهي خريجة من كلية كالدونيان الهندسية. دعونا نتعرف على تفاصيل أكثر عن الطاولة الشمسية بعد هذا الفاصل. المشروع عبارة عن طاولة تعمل بالطاقة الشمسية لتعبئة الأجهزة الإلكترونية. بداية الفكرة كانت عبارة عن الفكرة مستوحاة من فيديو عبر الإنترنت، عن طاولة إلكترونية يمكن بها شحن الأجهزة الإلكترونية. بداية المشروع كانت في شهر فبراير من عام 2016. البداية كانت عبارة عن فكرة، ثم بعد ذلك البحث القاري المستمر خلال عبر هذه الفكرة، احتياجاتها، كيفية التطبيق، كيف بإمكانية الاستمرار في هذا المشروع. الأدوات المستخدمة هي عبارة عن عدة أدوات يمكن تركيبها بحيث أن ينتقلنا تيار، بذلك نقدر أن نشحن الأجهزة الإلكترونية. طبعا الفكرة كانت عبارة عن اختلاف في التيار، عندنا تيارين مختلفين ينتقلنا، بذلك شحن سريع وشحن بطيء. الهدف من المشروع هو تقليل استخدام الكهرباء واستخدام الطاقة المستمرة واللي هي الشمس. طبعا نحن نعلم أن سلطنة عمان تقع قريب من خط الاستواء، لذلك درجة الحرارة تكون عندها، الدرجة المتوسطة للحرارة هي 6 المتعارف عليها دوليا، لذلك بإمكانية استخدام مشاريع الطاقة الشمسية في سلطنة عمان. الفئة المستهدفة من المشروع هي لجميع الأعمار، وبذلك بإمكان تواجد الطاولة في جميع في الأماكن العامة، في الحدائق، في الأماكن الواسعة. لعملية تطوير الطاولة والأفكار التي ممكن أن تستجد في الطاولة، بحيث أنها ممكن أن تشمل شحن الأجهزة الإلكترونية الكبيرة مثل اللابتوب وغيرها من الأجهزة، وليست فقط الأجهزة الإلكترونية مثل التليفون. عملية تطوير الطاولة من حيث أنها تستطيع أن تخدم الأجهزة الإلكترونية الأخرى غير الأجهزة التليفون، هي عبارة عن إمكانية عمل الطاولة بشكل أكبر، استخدام ألواح الطاقة الشمسية بحجم أكبر تساعد في إنتاج طاقة أكبر، وعملية تخزين أكبر في البطاريات، لذلك بإمكانها أن تشحن الأجهزة الإلكترونية الأخرى. الأردن تدخل عالم الطباعة ثلاثية الأبعاد،
شركة جديدة في الأردن تسعى لدخول عالم التكنولوجيا بابتكارها الجديد، وهو عبارة عن آلة طابعة ثلاثية الأبعاد، وتتميز تلك الطابعة باحتوائها على برنامج خاص يساعد في طباعة الأشكال ثلاثية الأبعاد وتحويلها إلى ملفات قابلة للطباعة وبسهولة. تسعى الشركة لتشجيع الشباب وإتاحة الفرصة لهم للدخول إلى عالم التقنية وممارسة هواياتهم عن طريق طباعة الأشكال التي يرغبون بها عن طريق الطباعة ثلاثية الأبعاد. يأمل هؤلاء المهندسون بشركة ميكس دايمنشن الناشئة في العاصمة الأردنية عمان أن تنافس شركتهم كبرى شركات الطباعة بالتقنية ثلاثية الأبعاد. وتسعى الشركة للاستفادة من الفجوة في السوق الأردني بهذا المجال، وتطمح في تحقيق أهداف كبيرة من خلال مكاتبها في عمان ومقرها الرئيسي في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، والتي انتقل إليها الفريق المؤسس بعد أن وجد فيها بيئة أكثر ملائمة لتطوير برنامجه. مهند تسلق الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك للشركة. بلشنا بـ Virtual Reality وبـ Gaming Content Development، وبعد فترة اكتشفنا أنه إحنا أحسن نكون Technology Provider بدل ما نكون إحنا بنعمل Content. طورنا حالنا، بلشنا بالجمعية العلمية الملكية، وبهذيك الفترة كانت الطباعة ثلاثية الأبعاد عم تطلع، وحاولنا نشوف كيف ممكن إحنا تكاتر هذا الموضوع. الشركة توفر أيضا لمحب الألعاب وسيلة لتنفيذ طباعة ثلاثية الأبعاد للشخصيات المفضلة بالنسبة لهم من خلال برنامج طوره مهندس الشركة يسمى Game Print. ويتمثل أبرز إبداعات الشركة في برنامج Make Printable الذي يحول النماذج ثلاثية الأبعاد المعيبة والتي يصعب طباعتها إلى ملفات قابلة للطباعة، ليختصر بذلك الوقت والمجهود الذي كان يبذل في الإصلاح اليدوي لتلك النماذج. لكن هذا التقدم التكنولوجي يعني أن الطابعات ثلاثية الأبعاد التقليدية لن تستطيع مواكبة الطلب الزائد، وهو ما دفع الشركة إلى تطوير طابعتها الخاصة، كما يوضح بهاء أبو النجيم الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والمؤسس المشارك للشركة. هاي أول وحدة تقريبا بالشرق الأوسط إن شاء الله راح تكون. هلأ إحنا طلعنا كل البرنترز الموجودين بالسوق، ولقينا انه في مجموعة مشاكل بتتعلق بالبرنترز، يعني مثلا الحجم اللي بتقدر تطبع عليه الطابعة محصور، دائما بتاخذ مساحة كبيرة، دائما محدودة كمان بنوع الملفات اللي بتاخذها، واحنا التكنولوجيا اللي طورناها على مستوى السوفت وير يعني بتتيح لنا نستخدم اكثر من 20 نوع ملف وبنصلحه بشكل تلقائي. وأبدى مؤسسا الشركة الناشئة حرصهم على الاستثمار في وطنهم الأردن ورعاية المواهب المحلية ونشر المعرفة والخبرة التكنولوجية. خالد حسين، رويترز. أرباح فيسبوك فاقت التوقعات. شهدت شركة فيسبوك ارتفاعا في أرباحها، حيث تعتبر من أكثر مواقع التواصل الاجتماعي شهرة على مستوى العالم، ولم تتوقع الشركة أن تصل أرباحها لهذا المستوى نتيجة التراجع في أسهمها في الفترة السابقة بسبب بعض القيود التي فرضت عليها. ارتفعت أسهم شركة فيسبوك لأكثر من 2% خلال تعاملات البورصة مع إعلان الشركة أكبر موقع تواصل اجتماعي على مستوى العالم عن تحقيقها أرباحا وعائدات فصلية أكبر من المتوقع، وذلك بفضل النمو المتواصل في إعلانات الهواتف المحمولة. وارتفعت أسهم فيسبوك بنسبة 2.4% لتصل إلى 136.44 دولار، كما ارتفع صافي الدخل العائد على المساهمين في فيسبوك من 1.56 إلى 3.56 مليار دولار، أي ما يعادل 1.21 دولار للسهم الواحد مقارنة بعام سابق. إجمالي العائد ارتفع أيضا من 5.84 إلى 8.81 مليار دولار.
هذا الارتفاع في سعر الأسهم أعاد بعض الثقة للمستثمرين الذين انتابهم القلق منذ أن حذرت الشركة في نوفمبر 2022 من أن وتيرة نمو الإعلانات ستتباطأ على الأرجح بشكل ملحوظ بسبب القيود المفروضة على تحميل الإعلانات، وهو إجمالي عدد الإعلانات التي يمكن لفيسبوك عرضها على حساب كل مستخدم. وكانت الشركة عانت من تراجع طفيف في سعر الأسهم قبل إغلاق البورصة بقليل، حين أمر قاض في ولاية تكساس الأمريكية فيسبوك وأوكيولوس، وهي وحدة الواقع الافتراضي بالشركة ومتهمين آخرين، بدفع 500 مليون دولار مجتمعين لشركة زاني ماكس للإعلام، وهي شركة لألعاب الفيديو، قالت إن أوكيولوس سرقت تكنولوجيتها. نهى زكريا، رويترز. هوندا تبتكر دراجة نارية ذاتية التوازن. يعتبر فقدان التوازن والخوف من وقوع الدراجة النارية عند التوقف من أكبر المشاكل التي تواجه سائقي الدراجات وخصوصا المبتدئين. وعرضت دراجة هوندا النارية المتطورة في معرض في لاس فيغاس، وتتميز بوجود نظام مبتكر يطيل من قاعدة عجلات الدراجة عند تشغيلها، ويحرك العجلة الأمامية بشكل منفصل عن المقود. وأدخلت هوندا تقنية جديدة على الدراجة النارية تتمثل في القدرة على التحرك ذاتيا ووجود نظام يبطئ حركة العجلات لمنعها من السقوط. ومن المحطات القادمة التي سنتوقف عندها: البرازيل تكافح للقضاء على الحمى الصفراء، حقيبة ذكية لإعادة شحن بطارية اللابتوب، استخدام الدراجات في بغداد للحد من التلوث، والمزيد من الأخبار التي جمعناها لكم، فابقوا معنا. وصلنا بكم لأحدث الأخبار الطبية في العالم يتقدم، واكتشاف جديد في عالم الطب. ابتكر باحثون من معهد هوارد هيوز الطبي في أمريكا تقنية أطلقوا عليها اسم فيرسكان. بإمكان هذه التقنية اكتشاف عدة عوامل تؤثر على صحة الفرد، وذلك بواسطة قطرة دم واحدة تتيح لهم تحديد جميع أنواع الالتهابات الفيروسية التي تصيب الإنسان في الحاضر وحتى تلك التي أصابته في الماضي. تم استخدام هذه التقنية لتحليل دم مجموعة من الأشخاص، وقد تبين أنه باستطاعة فيرسكان البحث في الدم عن الأجسام المضادة ل 206 نوع من أنواع الفيروسات بإمكانها أن تتسبب بالالتهابات للإنسان. تنتشر بعض الأمراض بصورة كبيرة وتودي بحياة العديد من البشر، ففي أمريكا الجنوبية سنشاهد: البرازيل تكافح للقضاء على الحمى الصفراء. تفشي مرض الحمى الصفراء في البرازيل دفع الدولة بإصدار توجيهات لزيادة إنتاج اللقاح بعد أن انتشر فيها المرض وبنسبة أكبر منذ أول ظهور له. ويعتبر مرض الحمى الصفراء
مرض فيروسي يظهر في المناطق المدارية في أفريقيا والأمريكيتين، ويصيب في الأساس البشر والقردة، وينتقل عبر نوع من أنواع البعوض. ولا تزال الدراسات والتجارب مستمرة في محاولة القضاء عليه وبأقل خسائر بشرية ممكنة، كما شددت الحكومة البرازيلية على مواطنيها بضرورة أخذ التطعيم ضد المرض. تعمل شركات الأدوية في البرازيل على قدم وساق لتعزيز إنتاجها من لقاحات الحمى الصفراء بعد أن حثت الحكومة المواطنين على أخذ التطعيمات في محاولة لمنع تفاقم أسوأ تفشي للمرض في البلاد. وزارة الصحة تقول إنه تأكد إصابة 180 شخصا بالمرض منذ شهر ديسمبر كانون الأول، توفي منهم 65 شخصا في بؤر انتشار المرض، بينما لا تزال 89 حالة وفاة أخرى وأكثر من 750 إصابة مشتبه بها قيد الفحص. الأرقام تشير إلى أن الانتشار الحالي للمرض أسوأ بكثير من تفشيه في عام 2000، والذي كان ينظر إليه باعتباره الأسوأ في التاريخ المسجل بالبلاد بعد أن تسبب في وفاة 40 شخصا. وأدت دعوة الحكومة للمواطنين في 9 ولايات بالحصول على الأمصال إلى نفاد المخزون المحلي في العديد من المناطق، وهو ما دفع شركات الأدوية إلى إنتاج المزيد من أجل تجنب انتشار الذعر بين السكان. يقول المسؤول بوزارة الصحة أرتر كوتو إن السلطات قامت بتوزيع 21 مليون جرعة تطعيم منذ نهاية ديسمبر. اليوم تركز استراتيجية وزارة الصحة على مكافحة المرض في المناطق المجاورة للأدغال حيث يوجد المزيد من الحالات، وتنتشر الحمى الصفراء في المناطق الاستوائية في أفريقيا والأمريكتين، وهو مرض فيروسي يصيب في الأساس البشرة والقردة وينتقل عبر نفس نوع البعوض الذي ينقل حمى الدينكو فيروس زيكا. يأتي ظهور المرض في البرازيل بينما لا تزال البلاد تكافح فيروس زيكا الذي تسبب في تزايد عدد الأطفال الذين يولدون بتشوهات تظهر في صغر حجم الرأس وتؤدي في الغالب إلى عدم اكتمال النمو. أحمد السيد، رويترز. ومن عالم الغرائب اختمنا لكم في مشوارنا لهذا اليوم حقيبة ذكية لإعادة شحن بطارية اللابتوب. قدمت شركة HP حقيبة مبتكرة ذكية لجهاز اللابتوب مزودة بباور بانك يضم بطارية مدمجة ذات سعة كبيرة. ومن مميزات الحقيبة أنها قادرة على إعادة شحن اللابتوب حوالي 3 مرات كاملة قبل الحاجة لإعادة شحنها بالطاقة مجددا. أما عن تصميم الحقيبة فهي تسمح بترتيب الأمتعة البسيطة والأجهزة الرقمية في أكثر من مكان مخصص لذلك، كما تأتي بكابل USB يحمل المقبس القياسي الموجود بغالبية الأجهزة الرقمية المحمولة حاليا، ويبلغ سعرها 200 دولار. من أخبار البيئة التي اخترناها لكم، استخدام الدراجات في بغداد للحد من التلوث. انطلقت مسيرة بالدراجات الهوائية في بغداد بهدف تقليل استخدام السيارات والحد من التلوث، حيث تعاني العاصمة العراقية من الازدحام المروري والكثافة السكانية. شارك في المبادرة حوالي 200 شخص بدراجاتهم، وشجعوا الجمهور على الإقبال وممارسة قيادة الدراجة كنوع من الرياضة المفيدة التي تحسن صحة الجسم.
في مسعى لتشجيع مزيد من الناس على الاقتداء بهم وانتهاج نمط حياة مفيد للصحة، استقل نحو 200 شخص دراجاتهم في مسيرة بشوارع العاصمة العراقية بغداد. وكغيرها من مدن كثيرة حول العالم، تعاني بغداد من الزحام والتلوث الناجم عن زيادة عدد السيارات في شوارعها، والذي بلغ نحو 3 ملايين سيارة. مبادرة المسيرة من بنات أفكار ذكرى سرسم نائبة رئيس مؤسسة برج بابل. مبادرة رح ندعو من خلالها إلى استخدام الدراجة كواسطة نقل خاصة المسافات القصيرة، تحل لنا جزء من أزمة الازدحامات المرورية، تحل لنا بعض، تخفف لنا من وطأة التلوث الدخان وكذا. هي محاولة لخلق صورة مدنية، خلق بيئة أفضل نقدر نقول، وبالإضافة إلى أهمية قيادة الدراجة كنوع من الرياضة اللي تحسن صحة الإنسان نقدر نقول. وتهدف مؤسسة برج بابل لتنظيم مبادرات بمسيرات مماثلة بالدراجات كل شهر في بلدات ومدن أخرى بالعراق، وترى المؤسسة أنها سوف تساعد أناسا مثل الطلاب على التوجه لمدارسهم وجامعاتهم بالدراجات للحد من زحام السير. وعلى الرغم من الوضع الأمني في بغداد، فإن صحفية عراقية تدعى أفراح شوقي ترى أن مبادرات مثل هذه تجمع الناس معا وتوحد صفوفهم. لكن الكثير من الطرق في العراق في حاجة لترميم، وبالتالي فعلى مستخدمي الدراجات حاليا أن يكونوا أكثر حذرا أثناء سيرهم بها في الشوارع. دسوقي عبد الحميد، رويترز. تتعرض بوليفيا لهجوم أسراب من الجراد الذي يهدد محاصيل الذرة والذرة الرفيعة، حيث ظهر الجراد بكثرة بعد موجة الجفاف الذي تعرضت له البلدة، وتسعى الحكومة البوليفية للقضاء على تلك الهجمات من الجراد عن طريق رش المحاصيل الزراعية بالمواد اللازمة للقضاء على تلك الآفات التي تهدد الثروة الزراعية. لم تكد المناطق الزراعية في بوليفيا تتعافى من أسوأ موجة جفاف تضرب البلاد منذ ربع قرن، حتى شرع المزارعون والمسؤولون في بوليفيا في خوض حرب ضد أسراب الجراد التي باتت تهدد محصولي الذرة والذرة الرفيعة بالبلاد. وقال فيسنتي غوتيريز رئيس اتحاد منتجي الذرة والذرة الرفيعة إن الجراد الذي ظهر أولا في أواخر يناير في حزام الحبوب الشرقي ببوليفيا ألحق أضرارا بنحو 1000 هكتار من المحاصيل وأثر على 500 من المنتجين. وبدأ المزارعون والسلطات الحكومية في رش 300 هكتار من المحاصيل، مع تطلعهم إلى هدف أكبر يتمثل في رش 17,000 هكتار ومنع أسراب الجراد من الانتشار وتعريض إمدادات البلاد الغذائية للخطر. الرئيس البوليفي إيفو موراليس توجه بنفسه إلى المناطق المتضررة بأسراب الجراد والتقى مع المزارعين المحليين على الأرض. وأشار موراليس إلى صعوبة المهمة وضرورة الاستعداد للتصدي لأسراب الجراد التي تلحق الكثير من الضرر بالإنتاج الزراعي، موضحا أن التغير المناخي العالمي قد تكون له الكثير من التأثيرات السلبية. بوليفيا التي عادة ما تحقق اكتفاء ذاتيا من إنتاج الحبوب اضطرت في عام 2016 إلى استيراد أكثر من 100,000 طن من الذرة بقيمة 21 مليون دولار، بالإضافة إلى 2,000 طن من الذرة الرفيعة بقيمة 5 ملايين دولار. دسوقي عبد الحميد، رويترز. متابعينا، سنتوقف معكم لنشاهد بعضا من مشاركاتكم على صفحات البرنامج عبر تويتر وانستغرام على سؤال حلقتنا السابقة: لماذا تتضمن أغلب الهواتف وضع الطائرة أو كما يعرف بالطيران؟ We'll be right back.
والإجابة هي وضع الطائرة في الهواتف الذكية بأنواعها لا تتم الاستفادة منه على الوجه الأمثل. ترى لماذا وما فوائد واستخدامات ذلك الوضع؟ يعتقد البعض أن الفائدة الوحيدة من استخدام وضع الطائرة هو إيقاف عمل شبكتي الاتصالات والواي فاي لتجنب الإزعاج، لكن الحقيقة إن هذا الوضع يزيد من سرعة عملية شحن الطاقة، وكما يقول الخبراء بأن ذلك يحافظ على البطارية ويطيل عمرها الافتراضي، بجانب أنه يرشد من استهلاك الطاقة. وسؤال حلقتنا لهذا الأسبوع، لماذا تختلف بصمات الأصابع من شخص لآخر؟ مشاهدينا، سنستعرض مشاركاتكم على سؤال البرنامج في الحلقة القادمة، لذا ننتظر إجاباتكم على صفحات البرنامج عبر تويتر وإنستغرام على حساب المجهر تيفي. محطتنا العلمية لهذا اليوم شارفت على الانتهاء، على أمل أن نلتقي بكم في محطات جديدة قادمة. إلى اللقاء.